لكن انا بقول اللي هيشتغل بدون تصريح من النقابه بدون موافقه النقابه قد تصل الغرامه المليون جنيه. غرامه مليون جنيه. المهنه التمثيليه توجه رساله شديده اللهجه للتيك توكرز والبلوجرز. تعالوا نعرف ايه الحكايه بالظبط. في الوقت اللي الساحه الفنيه بتتغير فيه بشكل مستمر بيجي صوت قوي يدافع عن التقاليد والقواعد اللي بنيت عليها المهنه دي. الدكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه قال كلمته بكل حزم وفتح النار على الظاهره الجديده اللي بدات تنتشر في عالم الفن، البلوجرز والتيك توكرز. الدكتور اشرف زكي قال بكل وضوح انه مش موافق ابدا على دخول البلوجرز والتيك توكرز لعالم الفن، وده مش هجوم شخصي لكنه بيشوف انهم مش موهوبين اصلا، وان التمثيل مش مهنه اي حد يقدر يعملها. التمثيل فن، والمفروض اللي يدخل فيه يكون عنده موهبه حقيقيه وعاشق للفن من قلب. واثناء مداخله اشرف زكي في برنامج تفاصيل على قناه صدى البلد 2 مع الاعلاميه نهال طايل، اشرف زكي وضح اكتر وجهه نظره وقال التمثيل مش مهنه ما لا مهنه له. وكمان اضاف ان النقابه قررت تفرض غرامه مليون جنيه على اي حد يشتغل في التمثيل من غير ما يتبع الاجراءات المتبعه، وده مش بس كلام وخلاص. الدكتور اشرف زكي شدد على نقطه تانية مهمه، قال العيب مش على البلوجر والتيك توكر، العيب على المنتجين اللي جابوه. وهنا بيشاور على مشكله كبيره بتهدد صناعه الفن، وهي ان المنتجين بيتجهوا للوجوه المشهوره على السوشيال ميديا عشان يضمنوا نجاح تجاري سريع، لكنهم بينسوا ان الفن محتاج موهبه وابداع. كمان نقيب المهنه التمثيليه ما اكتفاش بالكلام ده، لكنه تحدى المنتجين اللي بيجيبوا البلوجرز والتيك توكرز ويدخلوهم عالم الفن وقال اتفضل وريني نفسك، وكانه بيقول لهم انه مش هيسيب المهنه تتحول لمجرد وسيله للربح السريع على حساب الجوده والاحتراف. اللي قاله دكتور اشرف زكي بيجي في وقت العالم بقى مهووس بالسوشيال ميديا، واي حد يقدر يبقى مشهور عن طريق فيديو او بوست، بس هل ده كفايه عشان يدخلوا عالم التمثيل؟ ده السؤال اللي طرحه النقيب واللي لازم الكل يفكر فيه. كمان في تصريحات سابقه لاشرف زكي كان بيأكد انه بيرحب باي موهبه جاده تدخل النقابه وتثبت نفسها، يعني هو مش ضد دخول وجوه جديده لكنه ضد ان المهنه تتحول لساحه لكل من هب ودب. في نهايه الكلام الرساله واضحه، الفن مش لعبه واللي مش قدها ملوش مكان فيها، ودور النقابه انها تحافظ على المهنه وتفضل دايما بابها مفتوح للموهوبين الحقيقيين وبس.